16 مليون يمني مهددون بالاصابه بفيروس كورونا، انذار دولي عاجل عن تهديد محتمل قد يطال ما يزيد عن نصف سكان اليمن. التحذير اتى من منظمه الصحه العالميه التي قالت في بيان لها ان فيروس كورونا يشكل تهديدا كبيرا للشعب اليمني اذا لم يتم تحديد حالات الاصابات وعلاجها وعزلها وتتبع مخالطيها على النحو السليم. خطورة تهديد وباء كورونا المستجد على اليمنيين كارثية بالنظر إلى النظام الصحي الذي يعاني من الهشاشة والنقص الحاد في العاملين في ظل شبه انعدام لنظام الرعاية الصحية الذي تدهور بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات. بنية المؤسسات الصحية كالمستشفيات تفتقر الإمكانات الأساسية لمواجهة أي مرض وليس فقط الوباء المستجد وبحسب بيان الصحة العالمية فإن الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء غير كافية، فلا توجد غير أربعة مختبرات مركزية للصحة العامة في صنعاء وعدن وسيئون وتعز. تحذير الصحة العالمية صدر بعد الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اليمن إلى عشر حالات مؤكدة بينها ثلاث حالات وفاة، وبدأ الوباء بالظهور في حضرموت وعدن ثم تعز في ظل شكوك حول انتشاره في صنعاء. ما يمكن تاكيده ان اليمنيين اذا لم يتم اطلاعهم على المعلومات بشكل مبكر واذا لم تتخذ التدابير المناسبه لاحتواء المرض فان الصحه العالميه تتوقع انتشاره بنشاط اكبر واخطر على مستوى اليمن